مرحبا، معكم اليوم أحمد من الشبكة السورية. درس اليوم عن الحوادث، شوي معقد بس لا تخافوا، الموضوع سهل متى ما نفهمه من الأخير. السؤال الأول: You see a car، عم تشوف سيارة on the hard shoulder. ال hard shoulder هو قلنا إذا ما كنت أنت ماشي على الهاي واي في مثلا 3 صفوف، على اليسار بيكون في صف رابع مخصص إذا تعطلت السيارة إنك تصف فيه، ممنوع إنك توقف فيه إلا في حال تعطلت السيارة. hard shoulder on a motorway، على الموتورواي، with a help pennant displayed. يعني help pennant displayed يعني مثل إشارة help، مكتوب help displayed معروضة. This means the driver is most likely to be. هذا لما بتشوفوا أنتو سائق حاطط help عنده على السيارة، شو معناتها؟ إنه السائق ممكن يكون شخص a disabled person، معه إعاقة. اللي بعد منا: For which two should you use hazard warning lights؟ لأي شغلتين أنت لازم تستخدم أضوية الهازارد؟ For which two، لأي شغلتين should you use hazard warning lights؟ hazard يعني مخاطر، warning تحذير، lights أضوية التحذير من الخطر. طبعا دائما بنستخدم أضوية التحذير من الخطر إذا كان في خطر قدامك والسيارات عم تستخدموه، فأنت بدك تنبه اللي وراك، وإذا أنت لا سمح الله صار معك أعطال أو صار في معك مشكلة أنت بتستخدم هذا الضوء. تمام. فواحدة هي when you slow down، عندما تبطئ quickly بشكل سريع on a motorway، على الطريق الموتورواي، because of a hazard ahead، لأنه يوجد خطر قدامك. طبعا أنتوا بتدوروا على كلمة hazard، إذا مكتوب بالأجوبة hazard معناتها هي شغلة بدنا ننقيها. تمام. when you have broken down، يعني عندما broken down يعني تعطلت سيارتك. When are you allowed to use hazard warning lights؟ كمان نفس السؤال، إمتى أنت مسمح لك تستخدم أضوية التحذير لأنه في خطر قدام؟ تمام؟ ماشي؟ When stopped and temporarily obstructing traffic، لما أنت بتوقف بشكل مؤقت عم تعطل الطريق قدامك. تمام؟ أما باقي الخيارات when traveling during darkness without headlight، إنه أنت عم تسافر أثناء العتمة بدون ضوء، لا ممنوع أنت أساساً تسافر بدون ضوء بالعتمة. when parked for shopping on a double yellow lines، لما تصف السيارة مشان تروح تتسوق وتصففها على خطين صفر، لا ممنوع، أنت ما لازم تصف أصلاً على هذا الشيء. when traveling slowly because you're lost، ما بصير إنك تمشي بسرعة بطيئة لأنك ضايع على الهاي واي على الموتورواي. بس when stopped and temporarily obstructing traffic، يعني لما بتوقف و temporarily يعني بشكل مؤقت obstructing traffic، عم توقف السير، عم تعيق السير. تمام. هذا ممكن لأنه يكون في خطر قدامك. يعني you're going through a congested tunnel، أنت ماشي congested tunnel يعني نفق معجوق، and have to stop، يجب عليك أن تتوقف. what should you do، شو لازم تعمل؟ أنت بدك توقف بنفق معجوق، شو لازم تعمل؟ keep a safe distance from the vehicle in front، يعني انت بنفق معجوق خلي مسافة آمنة بينك وبين المركبة اللي قدامك، معناتها keep a safe distance، خلي مسافة آمنة from the vehicle in front، من المركبة أمامك. تمام. congested tunnel، بنفق معجوق. on the motorway، على الموتورواي، the hard shoulder قلنا اللي هو الصف اللي على اليسار should be used، يجب أن يتم استخدامه قلنا بحاله. when an emergency arises، لما حالة طارئة arises بتصير معك. تمام. you arrive at the scene of a crash، وصلت على scene of a crash يعني مكان حادث. تمام. crash، someone is bleeding، شخص عم ينزف badly بشكل سيء، from an arm wound، من جرح بالإيد. تمام. there is nothing embedded in it، شو معنى there is nothing embedded in it؟ يعني ما في شيء الآن بالجرح، يعني مو إنه والله فايت بالإيد سيخ. What should you do؟ هلا طبعا لما بيكون في نزف وما في شيء فايت بهذا الجرح، فانت بدك تحاول توقف النزف. افضل طريقتين هي انك تضغط على الجرح، وتاني شغلة اذا الجرح بالرجل ترفع الرجل عن مستوى الارض، تسطح الشخص على الارض وترفع له رجله بحيث انه الدم يخف تدفقه، او اذا بالايد بترفع له ايده. فشو هون؟ apply pressure، طبق ضغط over the wound، على الجرح، and keep the arm down، خلي الايد تحت، لا انه keep the arm up، نقي الخيار تبع and raise the arm يعني ارفع الايد. apply pressure، طبق ضغط over the wound، على الجرح، and raise the arm. there are an incident، في حادث، where a casualty يعني أذية أو شخص مصاب، is unconscious، غير واعي، unconscious، احفظوه، احترمه كثير، معنى أسئلة unconscious.
their breathing, تنفسهم should be checked. يجب أن تشيك على النفس تبعهم. This should be done for at least. طبعاً القاعدة هي A, B, C, D اللي هي airway اللي هو التنفس أو الطرق الهوائية. فشفت شخص مصاب وغير واعي، أول شيء بتروح بتشيك إذا في شيء مسدود بتمه أو مثلاً بيقولوا بالع لسانه، سواء لا بيكون إنه في شيء مسكر تمه، بتشيك هذا الشيء. ثاني الشيء B اللي هو breathing، شيك التنفس تبعه. بتتنوع على صدره وبتحط إذنك على تمه لتسمع إذا هو عم يتنفس. فإذا عم يتنفس هذا الشيء المنيح. الشيء الثالث من شيكه طبعا هو circulation اللي هي إذا في نبض ولا ما في نبض. إذا كان الزلم عم يتنفس بشكل طبيعي هو الزلم عنده نبض، بس إذا ما كان عم يتنفس لنشوف إذا في نبض أو لا، لأنه بجميع الأحوال بدنا نبلش CPR اللي هو التنفس الاصطناعي مع ضربات القلب. فهلا عم يسألونا this should be done for at least، نحن عم نشيك breathing اللي هو التنفس يلي هو بي. This should be done for at least. يجب عليك فعل هذا على الأقل لمدة، طبعا أكيد مو ثانيتين، ثانيتين ما تشوف إذا واحد عم يتنفس، على الأقل لمدة 10 ثواني. تمام، على الأقل، على الأقل لمدة 10 ثواني. Following a collision، بعد اصطدام collision، someone شخص has suffered a burn، عانى من الحرق. هلا أنت بالحرق إذا فيك تطبق سوائل باردة مثل المي كتير منيح. إذا كان في شيء ملزق على الجلد من الحرق، لنفترض كان لابس كنزة نايلون واحترقت الكنزة ولزقت على الجلد، ما لازم تشيلها، ممنوع تشيلها عشان ما يصير في نزف ويخسر سوائل ويصير في عنده صدمة. تمام، This burn needs to be cooled. الحرق يجب عليك أن شو cool، to be cooled يجب عليك أن تبرده. What is the shortest time، شو هو أقل وقت it should be cooled for، يجب عليك أنه تبرده مشان، بظن هو 20 دقيقة أقل وقت أنت لازم تبرده. 20 دقيقة ولا 10 دقايق؟ لا خلينا نروح 10 دقايق. أقل شيء لازم تبرده لمدة 10 دقايق، أقل شيء. طبعا after a collision، بعد اصطدام someone شخص صار في عنده حرق، suffer the burn، the burn needs to be cooled. كمان نفس السؤال، what is the shortest time، شو هي أقل فترة بتبرده إلها؟ 10 دقايق. A casualty is not breathing، يعني شخص مصاب ما عم يتنفس بشكل طبيعي، normally بشكل طبيعي. Chest compressions يلي هي ضغطات الصدر، هي لأنه نحنا should be given، إنه نحنا اكتشفنا إنه هلا هو ما عم يتنفس بشكل طبيعي، معناته الزلمة بده تنفس اصطناعي وبده إسعاف أولي. Chest compression ضغطات اللي على الصدر. At what rate، قديش نحنا بدنا نساويها؟ طبعا نحنا بالنسبة للأدولت يلي هو الشخص البالغ بنساويها بحوالي 100 ضغطة بالدقيقة. طبعا ما بيقدر الواحد يساوي 100 ضغطة، بس انت حاول انك تتدرب عليها. 100 ضغطة بالدقيقة، احفظوها، 100 ضغطة بالدقيقة. هي فيكم تقولوا انه عم نساوي له مساج للقلب، ضغطات تبع القلب. القلب بيدق حوالي بين 60 لل 100، فنحنا بنحاول نوصلهم لل 100 ضغطة بالدقيقة. اللي بعدها، A person has been injured، شخص تم أذيته. This they may be suffering from shock، ممكن انه عم يعانوا من صدمه. شو الصدمه؟ الصدمه معناتها شخص ما له عيان شو عم يصير واكتشف انه صار معه حادث او شيء. هلا الصدمه بتصير بينزل ضغطه وبيصير لونه شاحب وبيصير دقات قلبه بتتسارع، تنفسه بيصير كثير عم يتنفس هيك على الطلعه والنازله وخايف. فنحن الشغلات اللي لازم نعملها، لازم نطمنه، لازم نهديه، لازم ما نتركه لحاله على الاطلاق، ولازم نضلنا معه بطول الوقت. تمام، What are warning signs؟ هون عم يقولوا لك شو هن الشغلات. Warning signs يعني علامات بتنبهك إنه في شيء عم يصير، يعني وعم يصير معه صدمة ممكن يغمى عليه. To look for، إنه pale grey skin، يعني skin جلد، grey رمادي، pale شاحب. تمام، pale grey skin. You suspect that an injured person may be suffering from shock. كمان أنت suspect، تتوقع injured person شخص مصاب may be suffering، قد يعاني من شوك، صدمة. What are the warning signs؟ ال warning signs شو هنين؟ sweating، بتلاقيه عم يتعرق، طبعا بيكون جلده شاحب وعم يتعرق، أما جلده ما بيكون دافي، بيكون جلده بارد لأن خلص نزل ضغطه، الدم ما عم يصل للأطراف، ما عم يصل للجلد، فالجلد بيكون كتير شو اسمه gray، لونه رمادي. تمام، slow pulse، لا مو slow pulse، slow pulse يعني نبضات قلب بطيئة، لا بيكون عنده high pulse لأنه قلبه عم بيدق وبيخفق بسرعة. skin rash يعني حساسية أو حساسية على الجلد، لا ما له علاقة. اللي بعد، an injured person شخص مصاب has been placed on in the recovery position، تم وضعه بالrecovery position. كيف يعني recovery position؟ يعني وضعية الrecovery هي وضعية الإسعاف من سطحه على ظهره. تمام،
they are unconscious, غير واعيين, but breathing normally, بس عم يتنفس. What else should be done? تمام؟ What else? شو الشغلات اللي لازم نحنا نساويها؟ طبعاً دائماً check the airway if the airway is clear. يعني نشيك نتأكد إنه الطرق الهوائية تبعه مفتوحة. لاحظوا A, B, C, D. أول شغلة A هي airway, B هي breathing, C هي circulation. A airway يعني الطرق الهوائية, B breathing هو التنفس, C circulation يلي هو الدوران الدموي. فهلأ مبدئياً قال لك what else should be done. نحن بعد ما سطحنا بالوضعية الصح بدنا check the airway, نتأكد إنه الطرق الهوائية is clear, مفتوحة. An injured motorcyclist, شخص كان عم يسوق ميتور ونصاب, is lying unconscious in the road, متسطح بشكل غير واعي, مغمى عليه, unconscious كتير تمرق هاي, in the road. You should always, يجب عليك دائما, شو لازم تعمل؟ remove the safety helmet, انك تشيل الطاقية من عراسه. أبدا ما بتشيل الطاقية من شخص مصاب ولا بتحركه إلا إذا كنت كتير مضطر. الحالة الوحيدة اللي أنت مضطر فيها إنه هو انصاب بنص الطريق وملقح بنص الطريق وأنت شايف إنه السيارات جاية وممكن يدعسوا, بهاي الحالة مسمح لك إنك تحركه. عدا عن هيك نحن ما بنحرك الشخص المصاب لأنه ممكن يكون في عنده كسور بالعمود الفقري الرقبي أو كسور بالعمود الفقري القطني وبيصير في عنده أذيات مثل الشلل وغيره إذا حركناه. تمام؟ وما منشيل الهلمت اللي هي الخوذة إلا إذا كنا متأكدين إنه مضطرين نشيلها. تمام؟ مثلاً خوذة عم تحترق, إيه ساعتها منشيلها. remove the safety helmet, لا ما منشيلها. seek medical assistant, يعني seek, دور أو أطلب medical assistant, المساعدة الطبية, إيه هذا الشيء نحن منساوي. تمام؟ آخر يعني نحن هون نسأل عن المساعدة الطبية. you are on a motorway, أنت طالع على الموتورواي. a large box falls onto the road from a lorry. large box, صندوق كبير, falls, يقع, onto the road, على الطريق, from a lorry, من شاحنة. The lorry, الشاحنة, doesn't stop, ما بتوقف. هلأ you should, طبعا الحالة العامة إذا أنت ماشي على الموتروي وسرعتك 70 وأي شيء بيقع سواء منك ولا من غيرك ما بتوقف وبتجيبه لحالك, بتروح أنت بتوقف وبتتصل بالشرطة لحتى هنن يجوا ويجيبوا لك هذا الغرض. إن شاء الله تكون لهاية تبع الولد, ما بتوقف ولا بتحاول ولا بتأشر ولا بتغمز. فهو السؤال go to the next emergency telephone, يعني روح دور على emergency تليفون, بيكون على الهايوي بيكون في تليفونات محطوطة إذا في حال حدا صار معه عطل بيقدر إنه يصف على جنب بإذن مخصصة وفيها تليفون بيقدر يتصل مع الأشخاص المسؤولين. go to the next emergency تليفون, يعني روح دور على التليفون تبع خدمة الطوارئ القريب and report the hazard, يعني أخبر عن الهازارد, عن الخطر الحاصل إنه في large box, صندوق كبير موجود بالطريق. تمام؟ You're going through a long tunnel, ماشي على نفق طويل, long tunnel, نفق طويل. What will warn you, شو اللي بينبهك, of congestion, من احتقان, or an incident ahead, انه في حادث قدام, انه في حادث قدام. variable message signs. هلا طبعا انت لما تكون بالنفق موجود غالبيه الانفاق موجود فيها لوحات مضيئه, هي اللوحات المضيئه بيعطيك تنبيه انه slow down او بيقول لك hazard ahead او بيقول لك مثلا congestion ahead, احتقان قدام. فبالتنل دوروا على شيء اسمه variable message signs يلي هي يعني message signs يلي هي إشارات رسائل متعددة. تمام؟ إشارات رسائل متعددة. An adult casualty يعني شخص مصاب بالغ is not breathing, ما عم يتنفس. To maintain circulation, لحتى تحافظ على الدوران الدموي تبعه, compressions يلي هي الضغطات should be given, يجب أن يتم إعطاؤها. What is the correct depth, شو هو العمق الصحيح to press, للضغطة. يعني انت بتوقف على فوق الشخص المصاب بدك تبلش تعمل الضغطات, بتحط ايدتينك فوق بعض, بتخلي كتفك فوق مستوى صدر الشخص وبتخلي الايدتين متشابكين والكواع مشدودين بشكل مستقيم, ما تخلي الكواع مايلين, وبكل كتفينك بتضغط. فلازم تضغط بحيث ينزل صدر الشخص او عظم القص تبعه لازم يضغط ينزل بخمسة سنتيم عشان يقدر يعمل مساج للقلب تحت منه والقلب ساعتها ينبض ويضخ الدم. For 4 to 5 centimeters, هي اسعافات اوليه. You are the first to arrive at the scene of a crash, انت اول شخص to arrive, ليصل at the scene of a crash, لمكان حادث لمكان الحادث. Which two of these, أي شغلتين من هدول should you do, لازم تعملهن.
أول الشيء make sure engines are switched off. لنفترض صار في حد السيارة والسيارة قدامك ولساتها شغالة، فشو بتعمل؟ تروح تركض على السيارة وبتطفي، بتطفيها، ما بتخليها شغالة، ما بدنا الوقود يكون شغال أو يكون في خطورة إنه يصير في احتراق بالسيارة، تمام؟ تاني شغلة call the emergency services promptly. اتصل بخدمات الإسعاف بشكل مباشر promptly، مباشرة، تمام؟ شوفوا هون الخيار هذا غلط. drag all casualties يعني اسحب المصابين away from the vehicle، من السيارة. ما بنسحب شخص وما بنحركه من مكان الحادث إلا إذا في أذية إنه يضل بهذا المكان، تمام؟ هم ما قالوا لنا إنه في أذية معناته نحن ما بنحركه. at the scene of a traffic incident، بمكان حادث سيارة، يجب عليك شو تعمل؟ هلا اول قاعده للاسعاف انك انت تتاكد انه المكان اللي انت بدك تسعف فيه امن عليك، انت ما بتقرب لتسعف شخص اذا ما له امن عليك، تمام؟ فهي القاعده اللي تقدر تسعف شخص لازم اول شيء تكون ساعف نفسك، فهي not put yourself at risk، لا تضع، لا تعرض نفسك للخطر، not put yourself at risk. you are the first person، انت اول شخص to arrive، يصل at an incident، في مكان حادث where people، حيث الناس are badly injured، متأذون بشكل سيء. which three، ثلاث شغلات should you do، يجب عليك فعلها، تمام؟ أول الشغلة أنت وصلت على أرنة فيها حادث، فأنت بدك تنبه اللي وراك أنه في حادث، فشو بتعمل؟ بتشغل الأضوية تبع الهازارد تبعك، switch on، شعل your own hazard warning lights، أضوية الهازارد أو أضوية الخطر يعني المثلث يلي بالسيارة تبعك. ليش؟ انت بدك توقف، تمام؟ انت اول شخص وصل على الحادث، لازم توقف وتقدم المساعدة اذا بتعرف، طبعا اذا ما بتعرف كتر خيرك، كمل. بتشغل اضوية الهازارد، تمام؟ تاني شغلة، شوفوا لقلكن الاشخاص المصابين بهي الحالات نحن ما بنعطيهم لا شيء لياكلوا ولا شيء ليشربوا. السبب انه ممكن يكون في عندهم تمزق طحال، ممكن يكون في عندهم اذية تتطلب انه وقت يروحوا على الاسعاف مباشرة يدخلون على غرفة العمليات، وبالتالي انت ما لازم تعطيهم شيء ياكلوا عشان وقت يخدروهم بالغرفة تبع العمليات ما يستفرغوا هذا الشيء اللي هن اكلوا او شربوا، وهذا الشيء بما انه هن النايمين يرجع على الرئتين ويسبب لهم التهاب ويسبب لهم اختناق ويسبب لهم موت. فابدا ما بتنقوا خيار تعطوا فيها اي شخص شيء ياكله او شيء يشربه بعد حادث، وانتبهوا عليها، تمام؟ ميك شور، تاكد ذات سمون، انه شخص ما تليفونز يتصل فور ان امبولانس. شفتوا كلمه تليفون وشفتوا امبولانس اللي هي سياره اسعاف، نقوهم، تمام؟ موف ذا بيبل، حرك الناس هو ار انجرد، المصابين، clear of their vehicles، برات سياراتهم. لا، ما بتحركهم إلا إذا في خطر عليهم جوا السيارة. فشو هي؟ get people who are not injured، تخلي الأشخاص يلي ما لهم مصابين أو اللي ما تأذوا يطلعوا من مكان الأذية مشان يصير في عندك مساحة تتعامل مع المصابين إذا كنت أنت بتعرف بالإسعاف الأولي. اللي بعد منها، you arrive at the scene، بتوصل على مكان حادثة of a motorcycle crash، لحادث ميتور. the rider is injured، السائق مصاب. When should the helmet be removed؟ أيمت يجب إنه تنشال الطاقية تبعه أو الخوذة تبع الحماية تبعه؟ قلنا ما منشيلها إلا only when it's essential، حصرا لما بيكون جدا ضروري. يعني نفترض الخوذة عم تحترق. You arrive at a serious motorcycle crash، كمان وصلت على محل حادث لبسكليت. The motorcyclist، سائق الموتور، is unconscious، غير واعي، and bleeding، عم ينزف. هلا طالما غير واعي وعم ينزف، what are the three main priorities should be، شو هن اهم شغلات priority، اولويات اساسيه main، should be to، ثلاث اولويات. اول شيء شو هي؟ try to stop the bleeding، عم ينزف، لازم تحاول توقف النزف. بس قبل النزف نحن لازم نروح ABC اللي هي airways، يلي هي check their airways، شايفين airways. B هي breathing، check their breathing. 3 اللي هي circulation اللي هو الدوران الدموي يلي هو the bleeding. check the airways، تأكد انه هن الطرق الهوائية تبعهم مفتوحة. check their breathing، تأكد انه هن عم يتنفسوا صحيح مفتوحة، يعني فتح طلع بيتمهم وتمهم ما له مسدود بأي شيء بالعينه، بس لازم تأكد انه هن عم يستخدموه يتنفسوا. وآخر شيء try to stop the bleeding، حاول انك توقف النزف يلي له علاقة بالcirculation، الدوران الدموي. you are in an incident، at an incident، انت بحادث. a motorcyclist is unconscious، كمان سائق الموتور unconscious، غير واعي. your first priority، اولويتك الاولى
is the casualties شو هي أولويات الأولى لنا airways اللي هو الطرق الهوائية B هي breathing ما لهم حاطين airways حاطين شو B breathing فهي هي بالترتيب الأولي تمام breathing بعدين bleeding ماشي circulation لاحقا at an incident في حادث سيارة a casualty شخص مصاب is unconscious غير واعي which three أي ثلاثة of these من هدول should you check urgently يجب عليك أن تشيك أو تفحص urgently بشكل ضروري جدا أما A airway B breathing طرق الهوائية والتنفس C circulation اللي هو الدوران الدموي اللي بعد منه you arrive at the scene وصلت على scene of an incident مكان حادث it has just happened إنه حصل and someone is unconscious يعني هل للتو حصل الحادث وشخص ما unconscious غير واعي which three أي ثلاث شغلات should be given urgent priority يجب أن يتم إعطائهم الأولوية الضرورية والأولوية القصوى to help them لنساعدهم مندور أول شيء airway هاي هي واحد clear the airway يعني نظف الطرق الهوائية and keep it open خليها مفتوحة كيف keep it open منحط الإيد طبعا من سطح الشخص على ظهره إذا فينا نحركه إذا ما فينا نحركه إذا شايفينه مكسر ما منحركه إذا هو متسطح على ظهره فنحن منحط إيدنا على رأسه على جبينه منرجعه لورا بحيث إنه يقدر يتنفس يعني شوفوا أنتوا حاولوا إنه تحطوا رأسكم تدقوا الدقن بالصدر هيك الطرق الهوائية بتكون شبه كتير مسكرة بينما لما بيفرد الواحد رقبته على الأخير لورا بحس الطرق الهوائية صارت مفتوحة أكتر فنحن بنعمل نفس الشيء منحط إيدنا على جبين الشخص ومنشده لورا وبنفس الوقت منحط إيدنا الثانية تحت الدقن ومنرفعه لفوق لما بدنا نعطي النفس منحط إصبعتين على فتحاته الأنفية مشوات ننفخ بأنفه ما يطلع الهواء من ننفخ بتمه ما يطلع الهواء من أنفه يروح الهواء على الرئتين هاي الشغلات حتمرق معنا بالأسئلة لاحقا فأول شغلة clear the airway يعني ننظف الطرق الهوائية and keep it open وخليها مفتوحة كمان هاي airway بعدين breathing اللي هو تنفس check that they are breathing افحص إذا هن عم يتنفسوا وآخر شيء stop any heavy bleeding إذا كان في نزف كتير كبير حاول إنك توقفه بهذا الترتيب الأولوية A, B وبليدينج هو تابع للسيركيوليشن اللي هو الدوران الدموي هلأ أكيد ما منخليهم درينك ووتر يشربوا مي وأكيد ما منروح مندور على شهود لا هلا الزلمة عم يموت بعدين دور على شهود وأكيد ما منروح مندور على أرقام السيارة الفاتت الحادث أولويتنا الزلمة اللي عم يموت تمام أو المصاب At an incident أثناء حادث Someone شخص ما is unconscious غير واعي Your three main priorities أهم ثلاث أولويات عندك شو هنين أول شيء airway is clear الطرق الهوائية مفتوحة stop any heavy bleeding وقف أي نزف شديد و make sure تأكد that they are breathing إنه هن عم يتنفسوا اللي بعد منا stopped at an incident وقفت عند حادث to give help لدك تعطي المساعدة كتر خيرك طبعا which three things should you do أول ثلاث شغلات لازم تعملها أول شغلة keep injured people warm and comfortable الأشخاص اللي عندهم أذية والمصابين keep يعني خليهم warm دافين and comfortable ومرتاحين طبعا هذول الأشخاص الواعيين ليش لأنه نفترض شخص صار معه حادث هلا فبيكون مرعوب ما نحن بيقولوا له عطوه طاسة رعبة طبعا نحن ما لازم نعطيه بهي البلد طاسة رعبة ألف ما في عنده طاسة رعبة ثاني شيء حادث السيارة ممكن يضطر يروح على غرفة العمليات فما لازم نطعميه ولازم نشربه بس نحن لازم نخليه مدفى ليش لأنه الشخص اللي بده يمر بالصدمة بيحس بالبرد عم يحس أطرافه باردة فنحن مندفيه مشان ما يحس إنه بده يصير عنده صدمة تمام ثاني شغلة keep injured people calm خليهم صابرين أو خليهم calm هادين keep injured people خلي الأشخاص المصابين هادين by talking to them عن طريقة إنك تحكي معهم reassuringly إنك بطريقة بتطمنهم لا تخاف وما راح تموت وكله حادث سيارة ويعني من هاي القصص والسيارة خليهم هادين تمام آخر شيء make sure that injured people تأكد إنه الأشخاص المصابين are not left alone غير متروكين لوحدهم تمام ما لازم تتركهم لحالهم ماشي ما لازم keep injured people on the move by walking them around ما لازم تحركهم لا اوعك تحرك الاشخاص المصابين give injured people a warm drink انه شربهم شراب سخن اكيد لا you arrive at an incident وصلت عند حادث سياره it has just happened حصر هلا صار and someone is injured وشخص ما مصاب which three should be given urgent priority اهم ثلاث شغلات لازم يعطون الاولويه القصوى stop any severe bleeding وقف أي نزف شديد check the air breathing تأكد أنه هنن عم يتنفسوا آخر شغلة check their airways and keep it open airway breathing circulation
which of the following أي شغلة من الشغلات you should not should you not ما يجب عليك يجب عليك ألا تفعل do at the scene of a collision مكان حادث الاصطدام should you not شو هي offer someone a cigarette to calm them down الشغلة الوحيدة اللي ما لازم تساويها هون إنه تعطي شخص سيجارة مشان يروق طبعا يمكن هي الشغلة الوحيدة اللي إحنا هنساويها بعد حادث إنه نعطي الشخص سيجارة هذا الشيء ممنوع وما لازم نساويه تمام بينما باقي الشغلات يلي هي إنك تحط أدوية الهازارد تبعك لازم تحطه لأنه في حادث وتتصل بالإمرجنسي لازم تساويها ask driver to switch their own switch off their engines تطلب من السائقين إنه يطفوا المحركات تبعهم كان في اصطدام تمام شخص عم يعاني suffering from a shock صدمة driver يلي هو الشوفير What two of these should you do? شغلتين لازم تعمله. أول شيء صدمة. لازم تأكد له طمنه هدي روق. Reassure them. Reassure them. تاني شغلة. Not leave them alone. لا تتركهم لحالهم. إياك إنك تعطيه شيء يأكله أو يشربه. إياك إنك تضيفه سيجارة. ولا تسأله مين سوى الحادث ومين سبب الحادث. أنت مو شغلتك تفتح تحقيق. You have to treat someone. عليك إنك تعالج شخص for shock مشان الصدمة. At the scene of an incident. في مكان الحادث. You should. Reassure them constantly يعني طمنهم بشكل دائم تمام طمنهم بشكل دائم You arrive at the scene of a motorcycle crash كمان وصلت على مكان حادث ميتور No other vehicle is involved ما في مركبة تانية داخلة بالحادث The rider الشوفير أو سائق الميتور is unconscious غير واعي and lying in the middle of the road متسطح بنص الطريق The first thing أول شغلة You should do يجب عليك فعلها إذا الشخص المصاب بنص الطريق أول شغلة بتعملها تتأكد أنك أنت آمن إذا بدك تنقذه يعني إذا هو بنص الطريق وجيت لتنقذه ممكن حدا يدعسك فهي شو لازم تعمل warn other traffic شلون تعمل warn other traffic تمسك المثلث تبعك تشغل أضوية تبع سيارتك تمسك المثلث ترجع لورا 45 متر وبتحط المثلث تبعك مشان السيارات الجاية تعرف أنه في شيء عم يصير ويخففوا السرعة تبعهم تمام warn other traffic هي أول شغلة at an incident في حادث a small child ولد صغير is not breathing ما عم يتنفس to restore normal breathing لحتى تسترجع التنفس الطبيعي you should breathe into their mouth يجب عليك أن تتنفس في فمهم هون عم يسألونا شو sharply بحدة gently بنعومة rapidly بسرعة و heavily بشكل كتير قوي لا بنعومة gently gentle at an incident بحادث a casualty شخص مصاب is not breathing ما عم يتنفس To start the process to restore normal breathing. لتبدأ عملية استعادة التنفس الطبيعي. You should. يجب عليك. قلناها. Tilt their head forward. يعني تميل راسهم لقدام. لا. بالعكس. Tilt their head back gently. يعني tilt ميل their head راسهم back للوراء gently بنعومة. إيه هذا هو الخيار الصح. Clear the airway. يعني خلي الطرق الهوائية مفتوحة. Pinch the nostrils together يعني اقرص الفتحات الأنفية مع بعض ليش مشان نسكرهم وقت بدنا نبلش نحن نعطي هذا الشخص تنفس اصطناعي You arrive at an incident وصلت عند حادث سيارة There has been an engine fire كان في احتراق بالمحرك And someone hands and arms have been burned شخص ايدي وسواعده انحرقوا You should not يجب عليك ألا شو ألا ليكوا كلمة not بالخط العريض Remove anything sticking to the burn يعني تشيل أي شيء sticking يعني لاصق على الحرق تمام هلا هون does the burn thoroughly with clean cool non-toxic liquid يعني انه تنظف الحرق thoroughly بشكل جيد جدا with clean cool non-toxic liquid بسائل غير سام بارد clean معقم تمام او نظيف تمام هي شغله بدنا نساويها lay the casualty down on the ground يعني خليه يتسطح على الارض كمان هي شغله لازم نساويها و reassure them لازم نساويها نطمنهم you arrive at an incident وصلت عند حادث where someone شخص is suffering يعاني from severe burns من حروق شديده you should يجب عليك شو تعمل Dose the burns يعني إنه تطبق أو شو اسمه تعدل الحروق with clean non-cool non-toxic liquid بسائل غير سام بارد clean نظيف تمام هاي شغلة لازم نساويها You arrive at an incident وصلنا عند حادث A pedestrian عابر مشاة has a severe bleeding عنده نزف شديد leg wound من جرح بالرجل It's not broken ما لا مكسورة شو معناتها فيك تحركها
and there is nothing in the wound. ما في شيء ضمن الجرح. ليش؟ لأنه إذا في شيء ضمن الجرح نحنا ما منشيله. ليش؟ لأنه هذا إذا لنفترض فايتة خشبة برجله ما منشيل الخشبة لأنه الخشبة ممكن تكون مسكرة على عرق. فإذا أنت شلتها بصير هذا العرق ينزف، بصير في عنده خطر إنه يفقد حياته. تمام؟ What two things should you do؟ شغلتين لازم تعملون. أول شيء dab the wound to stop bleeding، يعني سكر الجرح لتوقف النزف. تاني شغلة apply firm pressure، طبق ضغط شديد أو firm قاسي to the wound للجرح. تمام؟ آسف. Raise the leg lesion to lesion. Dab the wound to stop bleeding. شو يعني dab؟ آسف. Dab. يا أحمد. Dab, press against lightly several times with absorbent material. Dab يعني حط له شغلة مشان تمص النزف. ما بعرف ليش خيار ما له صح، بس يفترض ايه انه نرفع الرجل نحنا ونطبق ضغط جيد. Dab the wound to stop bleeding. بظن انه ما يعني بدهن يانا ما نحط نحنا شيء ضمن الجرح، نحنا لازم بس نضغط عليه. حاول نضغط عليه. اسف على هذا الغلط، بعتذر. At an incident بحادث سيارة، a casualty is unconscious، شخص مصاب غير واعي، but still breathing، بس لسه عم يتنفس. You should only move them، حصرا بتحركهم. ايمت؟ شو؟ There is further danger، يعني في خطر لسه ابعد من هيك. تمام؟ هون ساعتها نحن بنقدر انه نحركهم لما بيكون في خطر لسه على حياتهم. At a collision باصطدام، you suspect، تتوقع، a casualty، شخص مصاب، has back injuries، عنده أذية بالظهر. طبعا طالما توقعنا عنده أذية بالظهر ما بنحركهم. The area is safe، يعني المنطقة آمنة. طالما آمنة يعني هذا أكثر أنه أنت ما بتحركهم. You should يجب عليك شو؟ Not move them، ألا تحركهم. Not move them. At an incident بحادث سيارة، it's important، مهم، to look after، أن تعتني، any casualties، إصابات أو أشخاص مصابين. When the area is safe، عندما تكون المنطقة آمنة، you should، يجب عليك شو تعمل؟ Keep them in the vehicle، ابقيهم في المركبة. A tanker is involved in a collision. Tanker يعني مثل شو بيسموها؟ تانكر يعني هي بتاخذ مواد كيماوية أو فيها تنكة أو شيء بينقل شغلات الكبيرة. Which sign show، أي علامة بتفرجيك that is carrying dangerous goods، إنه تحمل شغلات خطيرة. طبعا هي مبينة إنه هي تحمل مواد كيماوية قابلة للاشتعال. شايفين؟ فرجيكم هي قابلة للاشتعال. Dangerous goods يعني بضائع خطيرة. اللي بعد منا، you are involved in a collision، يعني أنت أصبت بحادث. Because of which three، بسبب أي ثلاث شغلات. Of these documents maybe because of this، بسبب هذا. Which three of these documents، أي ثلاثة من هدول الوثائق، may the police ask you to produce، بتطلب منك الشرطة أنك تفرجيهم. طبعا الشرطة شافت حادث سيارة وأنت كنت ضمن هذا الحادث، فأول شيء بدهم يسألوا إذا أنت معك شهادة سواقة. تاني شيء بدهم يسألوا إذا معك السيارة مأمنها، شهادة سواقة ليتأكدوا أنك ما عم تسوق بدون شهادة. تاني شيء ليتأكدوا أن السيارة مأمنة، ما عم تسوق بدون تأمين. ثالث شغلة insurance certificate، driving license. وثالث شغلة ليتأكدوا إذا السيارة شو اسمه صالحة لأنك تسوقها، يعني اللي هو MOT test certificate، شهادة أنه السيارة صالحة للخدمة. تمام؟ فبيسألوا عن هدول الثلاث شغلات. ليش؟ ليتأكدوا أنت بتقدر تسوق والسيارة مسمح لها تسوق، وأنه أنت مسمح لك تسوق مع تأمين. تمام؟ اللي بعد منا، after a collision، بعد اصطدام، someone، شخص، is unconscious، غير واعي، in their vehicle، في مركبتهم. When should you call the emergency services؟ أيمت لازم تتصل بالإمرجنسي سيرفيسز، خدمات الطوارئ؟ أول شيء as soon as possible، بأسرع ما يمكن. As soon as possible. A casualty has an injured arm، شخص مصاب عنده إيد مضروبة. They can move it freely، بيقدروا يحركوها بحرية. But it's bleeding، للأسف عم تنزف. طبعا طالما عم يقولوا لك they can move it، هنن عم يلمحوا إنه ما في كسر، معناته أنت لازم ترفع له إياها ولازم تضغط على الجرح لتوقفه. Why should you get them to keep it in raised position؟ لماذا يجب عليك إنه تخليهم يرفعوها ب raised position، يعني بموضع عالي؟ ليش؟ It will help، سوف تساعد، to reduce، تخفض، the blood flow، يعني من تدفق الدم. طبعا الإيد مرفوعة على مستوى الجسم، تخيلوا الشخص متسطح إيده عم تنزف، فبيرفع لفوق مستوى جسمه بحيث يخفف الجريان الدموي. You are going through a tunnel، ماشي ضمن نفق. What systems are provided to warn of any incident, collision or congestion؟
شو هو النظام اللي البروفايدر اللي المقدم تورن يو لحتى ينبهك تورن لينبه of an incident of any incidents من أي حادث collision اصطدام or congestion احتقان مروري. طبعا دائما variable message signs يلي هي إشارات لرسائل متعددة تمام بتكون غالبيتها ضوئية يعني بالنفق. A collision اصطدام has just happened حدث للتو. An injured person شخص مصاب is lying in a busy road مستلقي في طريق معجوق busy road. What is the first thing شو أول شغلة warn other traffic أول شغلة لازم أنت تنبه الغير مشان تحمي نفسك وقت بدك تبلش تقرب لعند هذا الشخص وتحميه له. At an incident في حادث a casualty شخص مصاب has stopped breathing توقف عن التنفس. You should يجب عليك شو لازم تعمل أول شيء remove anything that is blocking the mouth يعني تفضي أو تشيل أي شيء blocking عم يسد the mouth التم تمام. Keep the head tilted forward خلي الرأس مايل لقدام لا. Raise the legs to help with the circulation ارفع الرجلين لحتى تساعد بالدوران ممكن. Tilt the head back gently to clear the airway يعني حرك الرأس نحو الخلف gently بنعومة to clear the airway لحتى تفتح طريق التنفسي. You are at the scene of an incident انت بمكان أذية حادث. Someone شخص is suffering from shock يعاني من صدمة تذكروا. You should يجب عليك reassure them طمنهم constantly بشكل مستمر. تاني شغلة keep them warm خليهم دافين. تالت شغلة avoid leaving them alone تجنب تركهم لوحدهم. أكيد ما بتعطيهم سيجارة وأكيد ما بتحرك avoid moving them if possible تجنب أنه تحركهم إذا في مجال يعني إذا في مجال أنه ما تحركهم لا تحركهم. Give them a warm drink لا تشربهم ولا تعطيهم سيجارة تمام. There has been a collision في اصطدام. A motorcyclist شخص عم يسوق الميتور is lying injured متسطح ومصاب and unconscious غير واعي. Unless it's essential حصرا إذا كان ضروري essential ضروري. Why should you usually لماذا يجب عليك عادة not attempt ألا تحاول to remove إنه تشيل their helmet يعني الخوذة تبعون. ليش ما لازم تشيل الخوذة تبعون؟ Because this could result هذا قد ينجم عنه in more serious condition أذية جادة أكثر more serious condition أو more serious injury أذية more serious أكثر جدية تمام. هذا المثلث وين منحطه دائما لما بتشوفوا المثلث بيكون السؤال عن 45 متر لورا. You break down on a level crossing. قلنا level crossing هي المكان اللي بتقطع فيه سكة القطار مع الطريق العادي. You break down يعني تعطلت سيارتك. شو السيستم هون؟ أنت أول شيء تعطلت سيارة فيك. The lights have not yet been begun to flash. يعني الأضوية تبع القطار إنه في قطار رح يجي هلا ما بلشوا يضووا يشعلوا يطفوا. Which three things؟ شو ثلاث شغلات اللي لازم تساويها؟ أول شغلة لازم تعملها إنه تطلع أنت والأشخاص اللي معك بالسيارة من السيارة. شو هي؟ Leave the vehicle and get everyone clear. يعني غادر المركبة وطالع كل شخص برا المكان. هاي أول شغلة. بس بما إنه الضوء ما له شغال يعني ما في قطار لسه جاي فشو لازم تعمل؟ Telephone the signal operator. يعني تروح تتصل بالشخص المسؤول عن الإشارة المرورية هاي تمام؟ signal operator هو الشخص المسؤول عن هاي الإشارة تمام. آخر شغلة إذا طلب منك هذا الشخص قال لك القطار ما له جاي لبعد نص ساعة فيك ترجع من بعد إذنك على سكة القطار تشغل السيارة أو مو تشغل السيارة تقدر إنك تدفشها مشان تشيلها من على السكة بيكون كتير مبسوط منك. move the vehicle حرك المركبة if a signal operator tells you to إذا حصرا الشخص المسؤول عن الإشارة خبرك إنك تساوي هذا الشيء لأنه هو بيعرف إمتى القطار بيمرق. Your tire bursts يعني الإطارات تبعك يعني الإطار تبعك burst ثقب أو طق. While you're driving وأنت عم تسوق which two شغلتين things should you do شغلتين لازم تعملون. أول شيء شو لازم تعمل؟ الإطار انثقب فأنت بلشت السيارة تفقد توازنها فأنت لازم تخلي إيدينك على المقود بشكل كتير قاسي بحيث أنك أنت تضمن السيارة ما تلف يمين ويسار وبالهدا حاول أنك تصفها على اليسار أو على طرف الطريق. pull up slowly حاول أنك بالهدا بالبطء أنك تصف pull up at the side of the road على جانب الطريق و hold the steering wheel يعني امسك عجلة التحكم أو المقود firmly بثبات to keep control للمحافظة على التحكم أو
which two things أي شغلتين should you do يجب عليك أن تفعل when a front tire burst لما الإطار الأمامي بطئ نفس الشغلة تمام hold the steering wheel lightly يعني امسك المقود بشكل خفيف لا مو lightly grip the steering wheel firmly امسك مقود القيادة بشكل قاسي جيد let the vehicle roll to a stop يعني خلي شو اسمه السيارة أو المركبة تمشي لحد ما توقف بالهدى طبعا يعني your vehicle المركبة تبعك has a puncture فيها ثقب on a motorway يعني بنشرت معك على الموتورواي what should you do شو لازم تعمل drive slowly to the next service area to get assistance حاول انك تسوق ببطء نحو ال next service area أرنة الخدمة التالية to get assistance لتحصل على المساعدة تمام to get assistance بينما pull up on the hard shoulder change the wheel as quickly as possible انك تصف على اليسار وتغير الاطار لا ممنوع انك انت توقف اذا فيك تمشي على الهاي واي خلص بتكمل المشي بتوصل للقرنة الامنه وبتوقف فيها وبتغير الاطار اما الهارد شولدر مو مشانك انت تغير الاطار توقف على الهارد شولدر تجيب سياره تسحبك تمام هلا pull up on the hard shoulder يعني صف على اليسار use the emergency phone to get assistance تتصل بالإسعافات مجان تجيب شخص هذا الخيار لما أنت ما بتقدر إنك تكمل بس إذا فيك تكمل خلاص فيك كمل تمام I'll switch on your hazard lights شغل الضوية تبع الهازارد يعني الخطر صح بس stop in your lane إنك تضلك واقف بنفس الصف تبعك لا مو صحيح فالإجابة ما لها صحيحة آسف معناتها محسوبكم خلبط كمان بهذا السؤال يا الله شبني اليوم آسف لأني ما لي مراجعون طيب منرد نعيد pull up on the hard shoulder صف على اليسار use the emergency phone واتصل بالإسعافات طبعا معناتها ما فيك drive slowly ما فيك تسوق ببطء تذني آها لأنه آسف هون لأن كلمة slowly slowly ببطء آسف drive to the next service area to get assistance يعني أنك تسوق على الأرنة الثانية إذا كان فيك طبعا بس هون كاتبين لك slowly ليك الإشارة هون slowly ببطء لا ما فيك تسوق أنت على الموتورواي ما لازم تنزل عن السرعة اللي هي 70 أو لنفترض أنه سرعتك 50 بس ما لازم تسوق ببطء أنت خلص في ناس جايين من وراك ممكن يصطدموا فيك فبدك تنتبه عشان هيك لازم توقف تتصل بالإمرجنسي سيرفيسز آسف آسف you have stalled in the middle of a level crossing يعني علقت in the middle بالنص of level crossing بالطريق اللي بتقاطع مع السكة تبع القطار and cannot restart your engine ما عاد فيك تعيد تشغيل المحرك the warning bell هون بقى الجرس تبع القطار الجاي starts to ring بلش يرن you should مباشرة get out and clear of the crossing يعني اخرج من السيارة وفضي القرنة تبع الكروسينج انت طلع من السيارة وطلع لحالك you are on a motorway طالع على الموتورواي when you can use hazard warning lights ايمت فيك تستخدم الأضوية تبع التنبيهات ماشي when you have broken down لما تعطلت سيارتك on the hard shoulder على اليسار بتصف على اليسار وبتشغل الأضوية تبع الهازارد تبعك when you slow quickly when you slow down quickly لما فجأة بتخفف سرعتك ليش because of a danger ahead انه في خطر قدامك طالما في خطر قدامك بتوقف سيارتك او بتشغل الهازارد طويل الهازارد you have broken down تعطلت سيارتك on a motorway على الطريق الموتورواي you when you use the emergency telephone لما بدك تستخدم تليفون الطوارئ you will be asked هون بقى حيبلشوا يسألوك أول شيء بيسألوك على رقمك في حال إنه ما قدروا يرجعوا يتصلوا فيك على نفس التليفون عم تتصل فيه بدهم يتصلوا بالرقم اللي أنت موجود عليه تاني شيء for the number of the telephone that you are using يسألوك رقم التليفون اللي عم تستخدمه تاني شغلة the details of you for details of yourself and your vehicle ده يسألوك مين أنت وين المركبة تبعك أو شو هي المركبة تبعك وآخر شغلة whether you belong to a motoring organization يعني إذا أنت منتمي لموتورينج أورجانيزيشن يمكن هي شركة نقل إذا أنت من شركة نقل عم تحكي معهم before driving through a tunnel قبل ما تسوق عبر نفق what should you do شو اللي لازم تعمله إذا أنت نازل عن النفق وحاطت نظاراتك الشمسية وكان يوم مشمس بشكل صدف عجائبي بهي البلد كان يوم مشمس وحاطت النظارات الشمسية وفايت عن النفق شيلها من بعد إذنك You are driving through a tunnel عم تسوق بنفق and the traffic السير is flowing normally يتدفق بشكل طبيعي What should you do? ماذا يجب عليك أن تفعل? Used dipped headlights يعني تستخدم الأضوية الأمامية التحتانيات الواطي مو العالي ليش عشان تشوف قدامك تمام
You're driving through a tunnel. كما عم تسوق عبر نفق. Your vehicle breaks down. تعطلت سيارتك. What should you do? ماذا يجب عليك أن تفعل? Switch on your hazard warning lights. تعطلت سيارتك. شغل الضوء تبع الهازارد. ماشي. شغل الضوء تبع الهازارد. لا تضلك بالسيارة تبعك. ثاني شوي. Remain in your vehicle. هلا أول شغلة بتعمله إنك أنت تشغل الهازارد. ثاني شيء بدك تتصل بالأشخاص اللي ممكن يشيلوك. تمام. When driving through a tunnel, عم تسوق بنفق, you should, يجب عليك أن تفعل شو؟ Look for variable message signs. يعني تناوق على اللافتات الطرقية يلي بتظهر التنبيهات. ماشي. What two safeguards, شو الشغلتين تبع الأمان could you take, يجب عليك فعلهم against fire risk, أو يعني شو هن الشغلات اللي بتأمن على نفسك فيهم ضد الحريق في مركبتك؟ شو هي أول وحدة؟ Fire extinguisher, يلي هي مطفاة, مطفأة نار. تاخد هاي تبع الأطفاء. و check out for any strong smell of petrol. يعني شيك أو ابحث أو شوف إذا في strong smell of petrol, ريحة بنزين قوية. تمام. إذا في ريحة بنزين قوية معناتها في بنزين عم يتسرب, ممكن يكون في خطر حريق. ماشي. تمام. باقي ما تبقى ما له علاقة, مثل هي إنه خلي مستوى المي فوق الطبيعي. طبعا لا, ما لازم يكون above maximum, لازم يكون عادي. Avoid driving with a full tank of petrol, إنه أقعد سوق إذا كانت السيارة تبعك مليانة. لا, معبية على الأخير. أو استخدم الوقود غير اللي ما في رصاص. لا. Use low octane fuel. لا. You are on the motorway, طالع على الموتورواي. Luggage falls from your vehicle, حكيناها إنه luggage اللي هي امتعه falls, وقعت from your vehicle, من مركبتك. What should you do? كمان نفس الصندوق الكبير اللي وقع بنص الطريق. Stop at the next emergency telephone, يعني وقف عند مكان التليفون تبع الطوارئ التالي. And contact the police, اتصل بالبوليس قال له نزلت وقعت المصاصة تبع ابني. While driving, وانت عم تسوق, a warning light, ضوء تنبيه, on your vehicle's instrument panel, على الانسترومنت panel, لوحة التحكم أو لوحة التعليمات تبع مركبتك, comes on, اشتغل. ممكن يكون الضوء إشارة تعجب, ممكن مكتب لك إنه check your brakes, يعني شيك الفرامات تبعك, أو check your oil levels يلي هي الزيت تبع السيارة. You should, يجب عليك شو تعمل. Check out the problem quickly and safely. شيك شو هي المشكلة quickly, بسرعة, and safely, بشكل آمن. تمام. ماشي. مباشرة. كمان هذا المثلث لما بتشوفه مباشرة 45 متر, حطه 45 متر لورا. Your engine catches fire, المحرك تبعك احترق. What should you do first, شو أول شغلة لازم تعملها؟ طبعا الانجن اللي هو المحرك اشتعل, فشو لازم تعمل؟ Call the fire brigade, اتصل بالإطفائية. ليش بالإطفائية؟ لأنه المحرك تبعك شغال فوق النار, فلازم تتصل بالإطفائية. تمام. ومو ترفع البانيه تبع السيارة وتشيل البطارية بإيدك أو تفصلها بإيدك. لا, عم يحترق المحرك, عم يحترق, يعطيك العافية يعني. ومو ترفع شو اسمه البونيت البانيه and warn other traffic, بعدين تنبه. خلص ما بترفعه, المحرك فوق النار شغال, تصل بالإطفائية دغري. طبعا إذا معك تبع الإطفاء حاول إنك تطفيها. Your vehicle breaks down in a tunnel, هلا تعطلت السيارة تبعك بتنل بنفق. What should you do, شو الشيء اللي لازم تعمله؟ Switch on hazard lights, شغل الأضوية تبع الخطر. Then go and call for help immediately, بعدين روح واطلب المساعدة مباشرة. تعطلت السيارة, شغل الأضوية. طبعا بما أنك بنفق ما حدا حيعرف وين أنت, فلازم تنزل من السيارة وتروح. طبعا لا توقف قدامها ولا وراها ولا يمينها, تروح باتجاه التليفون الموجود بالنفق عشان تتصل وتطلب للمساعدة. Your vehicle, المركبة تبعك, catches fire, احترقت while driving through a tunnel. هلأ هون المشكلة, لما بتحترق السيارة ضمن النفق, فأنت في عندك خيارين, إما أنك تكمل السواقة, وإذا فيك تكمل السواقة وتطلع من النفق كتير منيح, لأنه الحريقة بالنفق بتسبب اختناق يعني.
بتسبب عجقة وما في هواء بالنفق خلقه والناس ما بتقدر تشوف، فبصير في مشكلة كتير كبيرة. فهون بيطلبوا، هي الحالة اللي بيطلبوا منك انك انت ما تنزل وتطلع منها دغري. هي الحالة بيطلبوا منك اذا فيك تسوق، اذا فيك تسوق سوق، اذا ما فيك تسوق نزل. تمام؟ فعم يقولوا لك drive it out of the tunnel، ليك حاطين هذا الخيار، سوقها برا النفق if you can do so، اذا انت شايف انك بتقدر تعمل هذا الشيء. تمام؟ you're driving through a tunnel، عم تسوق بنفق، your vehicle catches fire، يعني احترقت. What should you do؟ شو الشيء اللي لازم تعمله؟ كمان هون continue، كمل through the tunnel، خلال النفق أو من النفق if you can، إذا فيك. تمام؟ if you can. You are in a tunnel، بنفق، your vehicle is on fire، كمان اشتعلت واحترقت. You cannot drive it، but you can. هون قالوا لك ليك وحاطين cannot بالكابيتال لتر بالعريض. You cannot drive it، ما فيك تسوقها. فهلا هون شو لازم تعمل؟ طفيها، شغل حاول اول شيء طفي المحرك وحاول انك تطفي الحريقه وشغل الهازارد مشان العالم تعرف انه انت. فسويتش اون هازارد وورنينج لايت، شغل الاضويه تبع الهازارد. ثاني شغله تراي اند بوت اوت ذا فاير، حاول انك تطفي الحريقه. واخر شيء سويتش اوف اول اوف يور لايتس، لا ما لازم تطفي كل اضويتك، ما لازم تطفي اضويتك، بالعكس لازم تشغل الهازارد لايتس. تمام؟ switch the engine leave the engine running، يعني خلي المحرك شغال. اكيد لا. when approaching a tunnel، لما بتقرب من نفق، it is good advice، من النصيحه الجيده to شو تعمل؟ put on your sunglasses، يعني تحط نظاراتك الشمسيه. لا، make sure that your radio is tuned to the frequency shown. شو معناتها؟ هلا احيانا لما انت بتفوت على النفق والنفق ما في تغطيه، في انفاق طويله ما فيها تغطيه، فبيكونوا حاطين لك قبل ما تفوت على اللافتات نفسها الورنينج ساينز اللي هي لافتات للتنبيه، مكتوب انه الفريكوانسي تبع الراديو اللي هي موجه الراديو اللي لازم تحط عليها هي لنفترض 98، فانت حط على 98. هم بيستخدموها لهن يخبروا السائقين ضمن النفق باي معلومات ممكن هن يحصلوها، مثلا في كونجستشن، في احتقان، في حادث، في كوليجن، في اصطدام، في اي شيء، بيخبروا الاشخاص الموجودين على النفق. فمن المنصوح اذا انت كنت فايت على هذا النفق وشفت على الشون، يعني شون الظاهره، يعني حاطين لك الاشاره انه حط الفريكوانسي تبع الراديو، تردد الراديو على هي القناه، حطها انت مشان تسمع التعليمات يلي ممكن يخبروك فيها. ميك شور، تاكد ذات يور راديو، انه الراديو تبعك از تيون تو، محطوط على التردد فريكوانسي شون الظاهر. Your vehicle، المركبة تبعك has broken down، تعطلت on an automatic railway level crossing، يعني طريق سكة القطار المتقاطع مع الطريق العادي اللي هو level crossing automatic، يعني أوتوماتيكي. What should you do first؟ أول شغلة لازم تعملها أخلي على حب النبي، get everyone، اطلع خلي الجميع out of the vehicle، برا المركبة، and clear of the crossing. بعدين بقى بتفكر تتصل بتبع الإشارة وبتشوف إذا كانت شغالة ولا مو شغالة، وبيجوز إلك تتفشى إذا ما كان في قطار حيقرب. بس أول شيء تطلع برا. Which three of these، أي ثلاث شغلات من هدول should you carry، يجب عليك أن تقوم بحملهم for use in the event of a collision، مشان تستخدمهم في حال صار معك حادث. أول شغلة fire extinguisher اللي هي المطفأة. ثاني شغلة warning triangle، المثلث تبع التنبيه اللي نحن شفناه بالأسئلة السابقة، بتحطه لورا 45 متر. وآخر شيء first aid kit اللي هي علبة إسعافات أولية فيها ضماد ومعقم أي شيء من هدول القصص مشان الحوادث. You have a collision، صار عندك اصطدام. Whilst your car is moving، وأثناء تحرك سيارتك، what is the first thing you must do؟ عم يقولوا لك أنت صار معك حادث وسيارتك عم تمشي، شو أول شيء لازم تعمله؟ stop at the scene of the incident، توقف بمكان الحادث، ما فيك تكمل. تمام؟ ماشي. اول شيء بتوقف، بعدين بتتصل ليك call the emergency services. هذا الشيء ثاني شيء بتساوي انت اذا انت عم تتحرك، your car is moving، انت عم تتحرك، stop at the scene، يعني وقف بمكان الحادث. you are in a collision، صار معك حادث بعيد الشر عنك طبعا، with another moving vehicle، مع سياره متحركه ثانيه. someone is injured، شخص ما تمت اذيته. and your vehicle، ومركبتك is damaged، تاذيت. Which four، أربع شغلات of the following should you find out، يجب عليك معرفتها. أنت لا سمح الله صار معك حادث مع شخص تاني، أول شيء بتعرف اسمه، عنوانه، عنوان التواصل تبعه، بتعرف شو هي سيارته، بتعرف إذا هي سيارته ولا لا، ممكن يكون مستأجرها ويحمل حاله ويشمع الخيط ويرحل. بدك تعرف معلوماته له، معلومات السيارة، وإذا هي السيارة له. ماشي؟ وإذا معه تأمين، شو التأمين تبعه.
whether the driver إذا ما كان السائق owns يملك the other vehicle involved المركبة الأخرى التي شاركت بالحادث بدك تعرف إذا هو بيملكها ولا لا تاني شيء the other driver's name اسم سائق السيارة address عنوان and telephone number رقم تليفون مش تتواصل معه whether the driver is licensed to drive إذا كان عنده شو اسمه شهادة سواقة مشان يسوق ماشي وآخر شيء the make and registration number of the other vehicle شو هي المركبة وشو هو الرقم تبعها آها شكله ما بدنا الانشورنس تبعه لا بدنا الانشورنس آخ آخ يا الله معلش حقكن علي عم حاول اني اخلص بسرعة كنت يلا معلش آخر أربع أسئلة إيه لازم نشيك ناخد الانشورنس تبعه بس ما بيهمنا انه نعرف إذا كان هو إذا license to drive هي البوليس بهمة تعرف البوليس بهمة تعرف إذا هو معه شهادة سواقة أنت مالك شيء تحاسبه ما بتقول له أعطيني شهادة سواقة تبعك صح مزبوط نحن ما بنقول له هات شهادة سواقة تبعك بنقول له أعطينا معلومات التأمين تبعك أعطينا معلومات السيارة أعطينا معلوماتك الشخصية وهي السيارة إلك ولا لا آسف يا جماعة آسف حكون علي you lose control تفقد التحكم of your car بالسيارة تبعك and damage a garden wall وضربت للأسف ب جدار حديقة تمام no one is around ما في حدا حواليك what must you do شو لازم تعمل تشمع الخيط وترحل لا report the incident خبر عن هي الحادثة to the police للشرطة within 24 hours خلال 24 ساعة you are in a collision انت باصطدام on a two-way road two-way road يلي هو طريق رايح جاي you have a warning triangle معك ال warning triangle هم حطوا لكم الصورة حطوا لكم الاسم هي تناوى دغري 45 متر warning triangle اللي هو مثلث التحذير you have a collision اصطدمت while driving through a tunnel او انت عم تسوق بنفق you are not injured مالك مأذي but your vehicle cannot be driven للأسف ما فيك تسوق سيارتك ما بعد تنسى what should you do first اول شغلة لازم تعملها طفي المحرك شغل الأضوية تبع الهازارد switch off the engine طفي المحرك and switch on شغل hazard lights أضوية الخطر أضوية السيارة المثلث You are driving through a tunnel عم تسوق خلال نفق There has been a collision كان في اصطدام And the car in front is on fire السيارة اللي قدامك عم تشعل I'm blocking the road وكمان مسكرة الطريق فوق حقه دقه يعني What should you do? شو لازم تعمل? Switch on hazard warning lights تمام? شغل الأضوية تبع الهازارد وبهيك بيكون خلصنا حوادث بعتذر على اخطاء اليوم انا اسف ساويته على السريع يعني بس شكرا لكم ومنشوفكم